ان شاء الله تكونوا قاعدتك بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفتين درتهم في وصفه واحده. الوصفه تاعنا هي تاع البلون دو بولي درتو باني، يعني تاع باني او فور بون صوص طوماط ولا موتزاريلا، يعني تاع هو يتسربى هكذا مع اون سالاد كي تحبوا. ودرت سباغيتي بون صوص تاع لو بور زبده والثوم ومعدنوس. يعني تاع اليوم درت لهم لكم يعني تاع في وصفه واحده. ابخي في القناه تاعي تلقاو لا ريسيت تاع لو بولي هذا وحده باني او فور، وتلقاو لا ريسيت تاع لي بات وحدهم. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. الوغ اذا حبيتوا الوصفه والطريقه اروحوا معايا نوري لكم كل شيء. فوالا البنات، اليوم ندير طريقه واحده اخرى باسكو جي ديسيدي لا ديرنيير مينوت نشارك معكم كيما قلت لكم هذه الوصفه. تبعوني خطوه بخطوه كيما يقولوا. عندي ثلاثه بلونت بولي، تقدروا ما تستعملوا زوج ولا كبار وتقطعوهم على زوج، بصح المهم لازم يكونوا هكذا شو مخشن مرقق. تاخذوا هكذا 3 بلونت بولي، شوفوا واش ندير لهم هنا من الفوق هكذا، نسحقها بلاط هكذا من الفوق. ولا كانوا صغار استعملوهم كومبلي، ولا كانوا كبار بزاف قطعوهم على زوج في الوسط. فوالا هاك بيان. فوالا ها ها فوالا هكذا فوالا، نحطهم هكذا منا باش نوريكم. عندي زوج حبات بيض هنا جون دوف، زوج حبات بيض، وعندنا لا فارين، وعندي لا شابلور. فوالا شوفوا هكذا انا واش ندير. ندير فيهم كاع هكذا رشه تاع الملح ورشه تاع فلفل اسود. فوالا ونحطوهم هكذا. دوكا واش ندير؟ نجيب هذا البولي تاعنا، شوفوا واش ندير هك. سيو نديروا الوصفه بسرعه، وقولوا لي بيان سور في التعليقات اذا عجبتكم هذه لا ميثود جديده، يعني تاع من غير ما نبداو بالمكونات. ناخذ هذا البلون بولي تاعنا نحطو هكذا في البيض، نرجعو في الفارينه هكذا شوفوا، ومن بعد نرجعو هكذا شويه في البيض هاك، ومن بعد نحطو بيان هكذا نرملو في لاشابلوغ. شوفوا هاك بيان هكذا. فوالا هكذا شوف. فوالا البنات، ابخي ناخذوا ان بلاطو هكذا نحطوه في الفور، وبيان سور تكونوا شعلتوا الفرن تاعكم. اذا عندكم شالور تورنات تشعلوه معناتها من فوق ومن تحت يطيبوا لكم. هكذا تاخذوا ان بلاطو تحطوا فيه زيت ولا زبده. انا نحط هكذا زيت بعد نزيد لهم هكذا. نتوما كي تكونوا درتوا هاد البلون بولي البلون بولي تاعكم كيما وريتو لكم هكذا، نكملهم هادوما ونرجع لكم نوري لكم الطريقه الثانيه. فوالا البنات، هذا هو البولي تاعكم البلون بولي، شوفوك هكذا كيما درتو في البيض لا شابلور كيما وريت لكم. نحطو هكذا على جنب، ومن بعد هذيك واش ديروا؟ تاخذوا زوج حبات طوماطيش كبار قطعوهم هكذايا، شوفوا تقطعوهم صغار. ابخي تحطوهم في ان ميكسور هكذا، وديروا سنينه هكذا صغيره، سنينه برك تاع الثوم. فوالا شوفوا لي زيبيس، نحط هكذا شويه برك تاع البابريكا اللي هي فلفل حلو والملح وفلفل اسود، هادوما دوكا هكذا، ونزيد شويه تاع لوتا اللي هو زعتر هكذا، نميكسيهم ونرجع لكم. شوفوا هكذا حد حينها لازم تكون لاصوص تاعكم تجي ثقيله شويه هكذا كيما راكم تشوفوا. ناخذ البلاطو تاعنا ونحط الكميه هكذا كيما قلت لكم. الفرن تاعكم تكونوا شعلتوه، ولا تكونوا عندكم من التحت شعلوا من التحت. ابخي داو توجور واحد 20 حتى 30 دقيقه يطيبوا، ابخي تشعلوا لهم من الفوق. شوفوا هاك تحطوا هاك
البولي تاعكم فوالا بيان سور على حساب لي مورسو لي يكونوا عندكم. نحط هذه على جنب هاك، شوفوا هاك. بعد ابري واش ديروا كي تحطوا البولي تاعكم؟ زيدوا تاخذوا لاصوص هكذا، تحطوها هكذا من الفوق فوالا هاك. شوفوا طريقه هايله بزاف، واكيد راح يحبوها كاع العيلات تاعكم. نبدلو شويه، وعندي وصفات بزاف 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 هكذا، مره انا مره بنتي لونا. يعني انت شاركوني في القناه تاعي، وعليكم الهنا والضمان. ناخذ لي زيبيس دوكا، نحط فلفل الحلو تاعنا، البابريكا تاعنا هكذا من الفوق. ديروا فلفل اسود، ديروا الملح فوالا هكذا، ديروا الزعتر. المهم الثوم يكون عندكم هكذا مرحي، هذا ملح، فلفل اسود، زعتر، بابريكا لي فلفل حلو، والثوم يكون مرحي هكذا. تقدروا ولا تخلطوهم هكذا كاع كيما ما فنوريكم، وتحطوهم هك. نزيدو نزيدو مام مام تاعكم لي بالتحت هكذا. ابخي واش ندير؟ عندي الفخوماج تاعي، نحطو كاع يديك هكذا من الفوق. شوف هك فوالا، نحطو في الفرن تاعنا، يعني تا مدة الماكسيموم 45 دقيقة. نكمل الفخوماج تاعي هاك، هو الموتزاريلا. تقدرو تستعملو أي فخوماج عندكم، كويير شيدار، مي احلى شيء هو لا موتزاريلا. ابخي كوم دابيتود ناخذ المعدنوس يابس تاعنا هكذا، ونحط من الفوق هكذا. ابخي ناخذ بابي كويسون، نحطو غير هكذا من الفوق، و اوب و فوخ. وروحو معايا دوكا نحضروا لي بات تاعنا الساهلين، سباغيتي اللي راح نديروهم معاهم. وتقدروا مام ديرهم مع دي فخيت، انهم كيف فاصون. هذا هو لو بلا تاعنا اللي نركزوا عليه اليوم، هو هذه الطريقه تاع لو بولي بلون بولي. انا راح نديرو مع دي سباغيتي، سباغيتي مع الشامبينيون، الصوص تاع الثوم والمعدنوس، وانتم كيما تحبوا، يضل اختياري. نحطهم في الفرن ونرجع لكم. فوالا البنات، اول شيء نحطوا الماء يغلي عندنا هكذا، نحطوا له شويه تاع زيت زيتون فوالا. ابري نحط السباغيتي تاعي. البنات اول شيء خدينا نجرة هكذا، نحط فيها القمي، نحط فيها الزيت فوالا بسرعه هكذا. نحط الزيت، نحط بيان سور شويه زيت زيتون، ونحط غرفه تاع الاكل تاع الزبده. نشعلهم هكذا نار هادية، لو طون لي نوجد لي زانكغيديون تاعنا القادم. فوالا نحط زبدة تاعي باغ. شوفوا تاخدو التوم فوالا، أنا التوم جو بخيفار نقطعها هكذا طويلة. شوفوا تجينا هايلة كي نقليها وكاع. نوجد معاكم كاع لي زانكغيديون دوك كيفاش راح نديرهم. التوم تقطعوها هاك، دوك نكمل الاخرين. نتو المهم تقطعوها هكذا ديلا معاك هكذا، نحطها على جنب فوالا. تاخذوا هذا فلفل دريس هكذا اللي يكون اسمه، ولا تاخذوه فلاش اسمه فلفل حار، ولا ما ديروش كاع الا كان عندكم دراري. قطعوا هكذا، هذا انا نديرو برك هكذا على زوج. بيان سور انا خديت التفصيصات تاع الثوم باسكو لا باز. دوك نكمل نقطعها، دوك زيت فلفل دريس تاني نكمل نقطعو باسكو نحبوها حارة. تاخدو شامبينيون تاني فريش ولا تاع لي بواط، و بيان سور شامبينيون يضل اختياري، بصح انا يحبوه. فوالا دوك نكمل كاع يديك نقطع تاني الشامبينيون تاعي، ونزيد نزيد نقطع معدنوس. ها هذا هو المعدنوس تاعنا، نزيد نقطعو. لي زيبيس نسحقهم ملح فلفل الكحل و لو تان زعتر سي تو. نكمل هاد لي زانغريديون كاع يديك مع
نقطعهم، وراني درت الزيت تاعي والزبده راهم على النار هاديه، ونرجع لكم. فوالا البنات، هام ليك سباغيتي تاعنا طابو، دوكا نصفيهم من الماء بيان سيغ، نشللهم بالماء بارد كيما نفهمكم. كاع لي بات تاعي لي درتهم تلقاهم في القناه تاعي، اكتبوا جوست لي بات فازو، نحيهم ونرجع لكم. فوالا البنات، نزيد الشامبينيون تاعي كيما قلت لكم، الشامبينيون اذا حبيتو ديروه، لا ما عندكمش هاد الوصفة يعني تاع تندار بلا شامبينيون، يعني تاع الثوم والزبدة والمعدنوس. نقلو مليح الشامبينيون تاعنا، نحطو كمية معقولة. شوفو كي قلتلكم تاع الزيت الزبدة، شوفو كيفاش الشامبينيون قاعد يتقلى فيها مليح. أبخي لي زيت تاعنا، الفلفل الاسود، الملح، اليوم صافا بديت بالملح، جاي نبدا الفلفل الاسود هاذيك، أبخي ندير شوية تاع لوطا، نخلوهم يتخلاو هكدا مليح، فوالا البنات شوفو كي قلب بيان لي شامبينيون تاعنا، شوفو كيفاش ولاو، نحطو لي بات تاعنا، شوفو، شوفو واش ندير تانيك، نحط المعدنوس من الفوق، والريحة ديالك ريح ما شاء الله، يعني ديما نقولكم شوفو، واو. واو يعني تقدروا هاد لي بات ديروهم وحدهم تانيك، شوف ها. ودوكا بالك كنحطهم لكم مع البولي هذاك لي درتو البلون تاع البولي، أبخي كل وصفة نحطها لكم وحدها باش تستفادوا منها. شوفوا شوفوا بعدا كي تشل كيما قلتلكم، ديروا الماء بارد في لي بات تاعكم، وحطيتو كمية مليحة تاع الزيت تحت رعاية زيت الزيتون، ديروا كيما تحبوا وما تخافوش، زيت الزيتون صحي ومليح. فوالا شوفوا ها، هذه هي لي بات تاعنا، صاروا جاهزين. نخليهم هكذا دقيقة واحدة ونطفي عليهم. واو رائحة تاع الثوم ولا بكري زيت السيدات، واو ملح فلفل كحل ولوتا، كي تحبو زيدو الأوريغانو الزعتر أنا ماما. فوالا هذه هي وهذا هو. هذا البنات هادو هما لي بات تاعنا على قرب، شوفو نزيدلهم هكدا، نطفي عليهم، نزيدلهم شويه معدنوس من الفوق. البنات لي بات تاعنا هكدا صارو جاهزين، سباغيتي زيدو اذا عندكم فخوماج بالميزون ولا كرويير ولا كيما تحبو، رشو عليه هكدا مخ من الفوق. فوالا وعاودوا غلقوا عليه وخلوه في الدفا هكذا حتى يدوب كاع يديك يدخل في بعض. فوالا البنات انطابو دوكا، وطفيت عليهم مدة الطهي كانت 41 دقيقة. فوالا فوالا البنات، انا نحيتهم دوكا من الفوق، شوفو كيفاش خرجو ما شاء الله، مام لاصوص تاعنا تولي كريمي هكدا بالفخوماج مفرمجة بيان كومي في لاصوص.
هادي دوك نحيهم بيان سور ونحطهم على لي بات تاعنا. فوالا شوفوا هذا هو لو بولي تاعنا. شوفوا لاصوص بالتحت دوك نحطوه هكذا ونوريكم طريقه التقديم بعدين. فوالا والريحه ما عندي ما نقول لكم. فوالا البنات شوفوا بسم الله ما شاء الله هادو هما لي بات تاعنا وهذا هو لو بلون تاعنا بولي. فوالا باني او فور بون صوص طوماط والموتزاريلا بيان سور. هكذا كي تسربيوها وحده مع اون سالاد تقدروا ديروه وحده مع اون سالاد هكذا. وهذا بيان سور مع لي بات. اروحوا معايا نذوقوه. اوغو اني عاودت وليت لكم بعد ما شفتوا الطريقه اللي درت بها لو بولي باني تاعنا او فور. اروحوا معايا نذوقوه. فوالا شوفوا بسم الله شوفوا بيان سور انا خديت وقت شويه خليته يبرد هكذا كي تسربوه مع اون سالاد. شوفوا هنا شوفوا لاصوص طوماط تاعكم تقدروا تزيدوا من الفوق من التحت بيان سور انا قعدت لي. هذه هي اكدوا لي على تفرميتش. فوالا بور لي بات تاعنا شوفوا هامليك ما شاء الله. شوفوا واو والريحه ما عندي ما نقول لكم يعنتها. شوفوا كيفاش يجو بيان سيغ هاوليك لو شامبينيون. شامبينيون قلت لكم يضل اختياري. ريحه الثوم والزبده ما شاء الله ما شاء الله. هكذا تقدروا تسربوهم وحدهم. ابري نزيد شويه شامبينيون هكذا بيان سيغ تقدروا ديرو بالميزان. تكون عندكم تحبوا زيت شويه هذا انا فيه تاع البازيليك تقدروا ديرو هاك. هادو هما لي بات تاعنا. فوالا البنات هادو هما لي بات تاعنا شوفوا ما شاء الله جاولي عندي لي سما عندي ما نقولكم. فوالا اروحوا معايا ندوقوهم. فوالا البنات بالنسبه كي تسبوهم مع لي بات بيان سور شوفوا بيان سور كي طيبوا ديريكت حطوهم. شوفوا عندي لي سما عندي ما نقولكم باني هكذا بالوصفه بالفرماج ومع لي بات هك هنا هذه هي وهذا هو. فوالا البنات شوفوا هذا هو لو بولي تاعنا باني مع لي بات. جربوه ما تندموش.